مرحبا، أنا الدكتورة ريا سعيد، حكيمة أسنان، أخصائية تقويم الأسنان. اليوم رح نحكي عن كيف منفرش أسناننا. لازم نستعمل فرشاة أسنان تكون ناعمة، ومنحط دواء الأسنان دغري بلا ما نبلل فرشاة الأسنان قد حبة الحمص. نرجع منفرش أسنان اللي فوق لحالهم، بيرجع أسنان اللي تحت. منبلش منحط الفرشاة الأسنان على السنة اللي برا، منحطها بطريقة أنه نعمل 45 درجة من فوق لتحت، من فوق لتحت، من فوق لتحت. نرجع من السنة اللي جوا كمان، وقت نوصل على النص منغير الاتجاه 90 درجة تنقدر ننظف مظبوط. نرجع من كفة، وأكيد ما لازم ننسى هالدراس اللي ورا كمان نفرشيون. نرجع ننتقل على السنة اللي تحت، من تحت لفوق، من تحت لفوق نفس الطريقة. نرجع من جوا، وقت نوصل على النص منغير اتجاه الفرشاية، نرجع لورا، وأكيد ما بدنا ننسى الدراس اللي ورا. وهلأ كل شقفة فرشيناها لازم نعيدها 3 مرات تآخر شي نكون فرشينا لمدة دقيقتين. رح أعطيكم كم نصيحة. أول شي لازم الواحد يفرش أسنانه بعد كل وقعة، يعني على القليلة مرتين بالنهار. بالنسبة لدواء الأسنان أهم شي يكون فيه مادة الفلياج، وأهم شي ما ننتو تنوجع تنشوف حكيم الأسنان، لازم نزوره كل 6 أشهر.